بكم في قناة محمود المنبه للصناعه. هذه بقى المرحله الثانيه اللي احنا قلنا عليها، تركيب السفنج فوق الكارتون. تمام، هو ده الشغل. مش حاجه جت، هو ده بيجيب شعر كده زي ما انتوا شايفين بقى. بص كده ايه هنا فين كده، نركب برضو الجزء الثاني. لك اي حاجه خمسات عندك طلعها. فين ايه؟ طب الخمسات دي قاعد بتفرج على فين؟ دي مرحلة السفنجة يا جماعة، ركبوا قدامكم على الكنبة. تمام، نوريكم بقى بعد كده المرحلة التانية. تابعونا كده وانتظرونا عشان تشوفوا بقى الشغل. ماشي، يلا متنسوش تدعمونا باللايك والشير.